الطلاق معاها. وانا ايه اللي يضمن لي ان انت مش مزوق عليها من الحكومه يا شحاته؟ ما هو الحكومه عايزه تفهمكم ان انا مزوق عليكم، عشان كده انا جيت لك وعارف ان انت الوحيد اللي هتصدقني. هصدقك؟ انت جايب الثقه دي كلها في الكلام منين؟ طب انت عرفت ان اخوك يسلم بضاعتك للحكومه عشان يلو دراعك؟ اه عرفت ان اخويا، واتكلمنا واتصافينا، ومش عايزك انت تحشر نفسك بيني وبينه خالص، يعني اخرج انت برا الحوار ده تماما. ماشي. طب انت عرفت ان حمزه مدخل هاروين اليومين اللي جايين دول؟ قالك ولا ما قالكش؟ طبعا ما قالكش، ادي طريقته. انا الوحيد اللي فاهم وعارفه، يشغلك بحاجه صغيره وهو زي الحوت عايز يبلع كل حاجه في كرشه. لا لا لا، الكلام اللي انت بتقوله ده مش حقيقي. هتقول له حاجه يا جمعه؟ انت قاعد جنب فسوخة خرستني. حاضر يا معلم شحاته. حاضر. سليمان بيلم رجاله كتير قوي من عندنا، ناس منهم طلعت على المينا والناس التانية اتجندت عشان البيع. بصراحة الموضوع ما دخلش دماغي، قلت لازم اوصل للحقيقة. جبت الواد الشواف شرب معانا وراح قارر على الحقيقة، قال لي ان في عملية كبيرة قوي بتتم وهتخلص، والست عايدة ما تعرفش عنها حاجة ولا المعلم زيدان. سمعت يا معلم زيدان؟ سمعت؟ عشان كده انا جيت لك دلوقتي عشان ناخد حقنا منهم. حمزه حبسني وخد حقي. عارف يعني ايه يحبسني؟ يعني ضحك عليا الناس. عشان كده لازم تحط ايدك في ايدي وناخد حقنا منه. الأيام دلوقتي مبقتش زي الأيام اللي اتربينا فيها من سنين. اسمع كلام يا زيدان، حط إيدك في إيدي وخد حقك من أخوك.